شهد وزير الاتصالات عمرو طلعت توقيع اتفاقية تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة جوجل العالمية لإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات تعلم الآلة. يهدف تدريب نحو 30,000 متخصص في البرمجيات من خريجي وطلاب تخصصات هندسة البرمجيات وعلوم الحاسب، ويهدف البرنامج إلى تدعيم الجيل القادم من مهندسي الحاسبات ومطوري البرمجيات في مصر بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات الحالية باستخدام تقنية تعلم الآلة، كما سيتمكن المتدربون على مدار 18 شهرا من اجتياز برنامج متكامل من الدورات والاختبارات العلمية والعملية. وأكد وزير الاتصالات أن التعاون مع شركة جوجل العالمية يعد إضافة لبرامج التدريب التي تقدمها الوزارة لبناء قدرات الشباب، معربا عن تقديره لجهود الشركة وعن تطلعه إلى لقاء نماذج من الشباب من خريجي هذه المبادرة عقب انتهائهم من التدريب.